هذه مناسبة سنوية يتم فيها افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقد، ويتم الإعلان أيضا وإعطاء الإذن للسادة المسؤولين عن محاكم استئناف من أجل افتتاحها بدوائر نفوذها. هي مناسبة للتواصل مع الرأي العام الوطني من أجل إعطاء بعض المعلومات وبعض الحقائق الرقمية بالنسبة للفتح القضائي خلال السنة السابقة، وأيضا هي مناسبة لنا لأن نتعرف على المستوى الذي وصله تأسيس مؤسسات السلطة القضائية في عهدها الجديد، وأيضا الإكراهات القانونية والإكراهات الواقعية التي تعترضها. وطبيعة الحال نعتبرها أيضا مناسبة لأن يحس المواطن بما تعمل من أجل العدالة، من أن تكون قريبا من انشغالاته ومن همومه، وبأن تتصدى بحزم وصرامة للمشاكل التي تختص بها وتهمه. إذا نحن دائما نكون سعداء بأن نتواصل مع المواطن، ونكون أسعد من أجل التعرف على انشغالاته، وقريبا إن شاء الله ستفتح النيابة العامة خطا من أجل تبليغ الاقتراحات والاستشارات من طرف المواطنين الذين يريدون أن يشاركوا رئاسة النيابة العامة في تطوير القضاء من أجل تقديم اقتراحاتهم وآرائهم من أجل بلورتها إن شاء الله في حدود الإمكانيات القانونية والإمكانيات الواقعية والمادية الموجودة. شكرا لكم. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.